الله الرحمن الرحيم وتحية رياضية. وهذا النهار كبير عند الله سبحانه وتعالى، والله يوفقهم الله يكمل عليهم. وتمنيت وربي حققها لي، كنت نقول يا ربي تكون الجميع في العرايش، إن هي اللي ولدت هذا المخلوق وهو كبر وعرش العروش. الله يكمل عليهم والله يسخر لهم، وتحنا الله يوفقنا مع مولاي اللي يحشمنا معاهم، الله يكمل عليهم بالخير. داري كاملين حتى واحد ما كان قصي، كلهم الله يكمل عليهم بالخير، الله يجعل ربي يوقف معاهم. وشكرا لك. نعم، إذن دابا الجامعة تأسس وحد الرافعة يعني الرياضة ديال الترياتلون. بالنسبة لكم شنو الانتظارات ديالكم من الجامعة؟ شنو كتطمحوا ليه؟ كتطمحوا الأخص بالنسبة للعنصر النسوي نذكره، ولكن العنصر النسوي لأن كنشوفوا كيتعطى قليل هذه الرياضة، أنتم كيفاش غترفعوا من هذا المستوى؟ بالنسبة لي أنا كنت فرحانة شحال هذه، أنا من 94 وأنا في الترياتلون، أي نبدا في المغرب كنت فيها أنا وولدي. دابا عاد غادي يبدا الترياتلون على كيفاش كان غير عشوائي، ما عمرنا تندخلوا حنا للوالا وتعطيونا كربة الليل في أكادير. حنا عاد دابا فرحنا، عاد حينا، عاد خلاقوا، عاد غادي يكبر إن شاء الله ويولد وليداته. دابا عاد غادي نوجدوا البنات والولاد والكبار، الله يوفقهم الله يكمل عليهم. أنا فرحت بداك الشيء اللي سمعت قبيلة، راني فرحانة مع أنبياء الله بهذه الفرحة هذه.